أسس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداسا إلهيا في كنيسة رقاد السيدة العذراء في حنينة مادبة. سام خلاله الأخ حلمي إبراهيم شماسا إنجيليا على مذبح الرب، وبعد الخدمة خاطب سيادته الشماسة الجديدة قائلا: لقد حققت أمنيتك لتكون خادما في كنيسة المسيح، وعلينا أن نتواضع أكثر لنحب أكثر، واعلم أن نعمة الله تكمل مع الضعف. عاونه في الخدمة لفيف من الكهنة والشمامسة بحضور جمع كبير من أبناء الرعية وذوي الشماس الجديد. الكنيسة بتدعوك لقدس الأقداس حتى تصبح في الدرجة الأولى اللي هي درجة الشموسية في الكهنوت. هاي هي محبة الله يا ابني لإلنا نحن البشر، وبالأخص لإلنا نحن الآباء الخدام في كنيسته. محبته دايماً بتغمرنا مع إنه نحن ضعاف غير مستحقين، ولكن بجاهد كل واحد فينا بمقدار المستطاع. هو بدعونا حتى نحن نخدم كنيسته اللي هو افتداها بدمه الكريم على الصليب. مات يسوعنا الحلو، إلهنا المتجسد، الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس. مات على الصليب حتى نحن نعيش الحياة الأبدية. قديش جميل يا ابني فيليبوس إنه نقدر نتفاعل مع هكذا محبة. هاي المحبة اللي بتغمر قلبنا وذهننا وفكرنا، كل كياننا بتغمرنا. هاي المحبة اللي بتخلينا دائما إنه نقف بذهول أمام هكذا محبة.